والله صافي بليزير اليوم رانا متواجدين يعني في تكريم احسن رياضيين. حاجه مليحه انهم يتفكروا رياضيين يشجعوهم، خاصه ان الالعاب الاولمبيه والبارالمبيه على الابواب، يعني اختاروا بعض الرياضيين وهم الاحسن لعام 2023. صافي بليزير نكون موجوده معاهم، وهذا يعطينا دافع ان شاء الله باش نقدموا الاحسن ورفعوا رايه الوطنيه ان شاء الله في باريس 2024. Ça a été une sorte de choc quand je me suis qualifiée. J'ai eu du mal à y croire, mais c'est bien arrivé et je suis super contente et je vais tout faire pour amener la médaille maintenant. إذا نذكر أيضا أن إبراهيم قندوز متأهل هو الآخر إلى البارالمبياد. يعني شعور جميل جدا، ما نقدرش نوصف لك شعور هذا. يعني الجائزه هذه راح تعطيني دفعه اني نواصل على الوتيره هذه ونشرف الجزائر احسن تشريف ان شاء الله. اذا الحمد لله راني فرحانه بهذا الفوز تاع اليوم. كما قلت لك اول حاجه درتها في هذا لا سيزون كانت كاليفيكاسيون تاع لي جو، وكملت ختام تاع الموسم بهذا التتويج اليوم. الحمد لله فرحان. حاجه مليحه وحاجه تفرح لي بون. اشكر وكاله انباء الجزائر لاختياري احسن رياضي سنه 2023، حاجه اللي تحفز ان شاء الله لي باش نكملوا هكا، وان شاء الله نشرفوا الجزائر ان شاء الله في 2024 ان شاء الله في الالعاب الاولمبيه.